تست تست تست. جدي سنضعه في غرفتي، ما رأيك؟ لا لا، لماذا غرفتك؟ الحوش أفضل. أعتقد أن الجو سيكون حارا يا فهد. ما رأيك جدي أن يكون في مدخل المنزل؟ فكرة جيدة، لكن أنا أريد أن يكون في غرفتي حتى أعلمه الكلام كل يوم. أريده أن يتعلم كلمات كثيرة، وأهم كلمة أريد أن يتعلمها هي شهد. هيا قل شهد. شهد جميلة. شهد جميلة. جدي، لماذا لا يكرر كلامي؟ هل هو مريض؟ لا يا ابنتي، الببغاء يحتاج بعض الوقت حتى يتعلم، وسوف يتعلم الكلمات التي يسمعها دوماً. إذن سأكرر اسمي دائماً ليحفظه. لحظة، ماذا سنسميه؟ أنا أعرف، ما رأيك باسم ذكي؟ لأنه ببغاء ذكي ويتعلم الكلام. اسم رائع يا شهد. لا لا، أريد اسماً مختلفاً. ما هو؟ لا أعرف. أنت دائما هكذا. ما باله اسم ذكي؟ لأنني أريد اسما أفضل. القرار يرجع لكما، اتفقا على اسم. عندي فكرة، إذا نطق اسمك أولا نسميه ذكي، وإذا قال اسمي قبلك أنا أسميه. قل شهد. شهد. بل قل فهد. فهد. أنت مزعج. أنت المزعجة. شهد، فهد، كفى، ما هذا الكلام؟ انتبها، سيتعلم بسرعة أي شيء. فهد، شهد، هيا ساعداني في ترتيب أطباق العشاء. هيا ساعدا أمكما. كما علمتك، لا تقل شهد، إنها مزعجة، فقط فهد. 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 تذكر الاسم. صارت أسابيع ولم تتحدث إلى الآن. هيا لا تقل فهد، فهد مزعج، بل قل شهد. هيا لا تقل فهد، فهد مزعج، بل قل شهد. هيا فهد وشهد، تعالا قبل أن يبرد البيض. ماما، أريد كاكاو بالحليب. ماما، لا أريد البيض. حسنا فهد، ضع القليل من الكاكاو بالحليب. وأنت يا شهد، البيض مفيد لك عزيزتي، قولي بسم الله وتناوليه مع الخبز، سيصبح طعمه لذيذا. هل سنذهب إلى الجمعية اليوم؟ لا، اليوم سأذهب لأزور خالتي في المستشفى. أحسن التصرف. أما بالنسبة للجمعية، تذكري شهد أن تعطي والدك قائمة أغراض الجمعية هذه، لا تنسى يا عزيزتي. شهد، وضعت القليل من الكاكاو لي ولك. لا تنسي. أخبري بابا، أخبري بابا. قولي شكرا. باش فهد، تذكري شهد، تذكري وقولي لبابا. سوف تنسين. سوف تنسين. فهد، تذكري، قولي لبابا. لن أسمع كلامك، لا أريد أن أنسى. السلام عليكم. أغراض الجمعية، أغراض الجمعية. أولا نرد السلام يا شهد. نعم، وعليكم السلام بابا. أغراض الجمعية.
ممتاز، وأين الورقة؟ الورقة، الورقة، أمي نسيت أن تعطيني الورقة وخرجت لتزور خالتي الكبيرة في المستشفى. هل نسيت أمك إذن؟ لا مشكلة، سأتصل بها الآن، ويا رب تشفى خالتكم. آمين. اذهبا إلى جدكما واسألاه إن كان يحتاج أغراضا من الجمعية. هل يمكننا الذهاب معك؟ حسنا، اذهبا إلى جدكما ثم غيرا ملابسكما. بابا شاهد لم تأكل فطورها إلى الآن. لا علاقة لك، سخيف. أتعلم؟ أنا لا أحبك. دلوعة، وأنا لا أحبك أيضا. أتعلمان؟ لن تذهبا معي للجمعية. بابا لماذا؟ الله يخليك. قلت لا، حتى تتذكرا أن الأدب شيء أساسي في هذا البيت. عسى ما شر، ما بالكما أغضبتما والدكما؟ جدي شهد لا تحترمني. لا جدي، فهد هو من لا يحترمني. الكلام يحتاج شخصين ليكون جميلاً، لا يجوز أن نقول لأحد كن مؤدب والثاني لا. وفهد أنت الكبير، أختك تتعلم منك. أنا أتكلم هكذا، لن أتغير. يا ولدي، الكلام الجميل ليس عيباً، على العكس إنه شيء مهم بين الناس. مثلاً شهد تريدين شيئاً من فهد؟ قولي له لو سمحت، وفهد كذلك، إذا أخطأت قل آسف. جدي أنا أقول لو سمحت لماما وبابا، لن أقول لفهد. وأنا لن أقول لك آسف، سأقول مزعجة. فهد مزعج، شهد مزعجة. ماذا يقول؟ فهد مزعج، شهد مزعجة. لا لا تقل ذلك، فقط شهد. أنا لست مزعجة جدي. جدي النجدة. ذكرتماني بقصة سأحكيها لكما أولا. لماذا أصبحت هذه الزهور الصغيرة تملأ أغصاني؟ انظري، أنا أيضا أحمل مثلك زهورا خضراء. أتعلمين؟ سنحمل قريباً الكثير من الكنار اللذيذ. الكنار؟ نعم عزيزتي، ثمار لذيذة يحبها الناس، ألوانها جميلة، الأحمر والأصفر. حقاً؟ نعم، وسترين الأطفال والكبار يجتمعون حولك ويهزون أغصانك لتسقط الثمار ويأكلوا منها. انظروا انظروا، هنا في هذه السدرة العديد من الثمار. الله، طعمها مختلف عن بقية الأشجار. لذيذ. هيا ساعدوني لنهز أغصانها بقوة. عندي فكرة أفضل، دعونا نرميها بالحجارة والعصي ليسقط الكنار بسرعة نحو الأرض ونجمعه. تجمع كل الأطفال وأخذوا يرمون السدرة الصغيرة بالحجارة والحصى حتى يتساقط عليهم المزيد والمزيد من الثمار، ثم تسلقوا أغصانها وأخذوا يهزونها بقوة، فانكسر الغصن وسقط الأطفال على الأرض. أوي أوه، هذا مؤلم. أنت المذنبة يا سدرة، لو كنت أقرب للأرض لما تأذى أحد، أنت سدرة مزعجة. نعم لا أحبك. لنضرب السدرة. حزنت السدرة كثيراً لكنها لم ترد عليهم، وأخذت تبكي، فسقطت كل ثمار الكنار على الأرض وأصبحت أغصانها خالية، ثم أغمضت عينيها ونامت طويلاً. مرت الأيام وجاء فصل الصيف، فامتلأت عذوق النخل بالخلال والرطب الجميل الأصفر الذهبي، وجاء المزارعون
وقطعوا العذوق، وجاء كل الأطفال ليأخذوا من الرطب اللذيذ. حلا لا يمكنهم أن يقطعوا أغصانك كلها. لكنهم كسروا غصني وهذا مؤلم. لعلهم أخطأوا صغيرتي، سامح الأطفال. لكنني غاضبة. أختي أنت سدرة صغيرة، سوف تكبرين وتفهمين أنك سدرة الخير، تعطين الجميع وتظللين الأرض ويحبك الناس. لم تفهم السدرة الصغيرة معنى الكلام، لذا قررت أن ترتفع في السماء حتى لا يصل إليها أي أحد. وقفت عالياً وحيدة وحزينة. جاء الربيع مرة أخرى وأينعت ثمار الكنار الحمراء والصفراء الجميلة وملأت أغصان السدرة الصغيرة. تعبت من حمل الثمار كلها، لكن أغصانها كانت مرتفعة جداً، لم يتمكن أحد من الوصول لثمارها. أختي الحمل ثقيل عليك، بدأت بعض ثمارك بالسقوط على الأرض. لا لا، أنا مرتاحة هنا في الأعلى. عزيزتي إن الأطفال يحبون طعم ثمارك ويلتقطونها من الأرض، الكل يفتقدك. هم يريدون ثماري فقط، لا أحد منهم يحبني. أوه، لماذا أنت مرتفعة هكذا؟ لأننا آذيناك. لقد كسرنا غصنها وقلنا لها كلاما غير طيب. أيتها السدرة الصغيرة، لماذا لا تردين علينا؟ آه، عندي فكرة. تجمع الأطفال والتفوا حول السدرة، والكل يناديها ويعتذر لها. ضموها كلهم بحب غامر. نحن آسفون، نحن نحبك. لا نريد ثمارك وأنت حزينة، نريد أن نراك سعيدة. حاول الأطفال تسلق جذع السدرة الصغيرة، فشعرت بأيديهم وأقدامهم الصغيرة تدغدغ ساقها. كان الأطفال يضحكون، أخذت السدرة الصغيرة تضحك معهم بسعادة. توقفوا، هذا مضحك. أنا أحبكم أيضاً. الكلمات الجميلة كانت تملأ المكان. ضحكت السدرة وصارت سعيدة، فتحركت أغصانها وأمطرت الأطفال بالكمار اللذيذ. الأطفال يركضون ويجمعون الكمار اللذيذ في سعادة. اقترب أحدهم ولف ذراعه حول السدرة كي يضمها. نحبك سدرة الخير. فرحت السدرة كثيرا، فدنت أغصانها نحو الأطفال أكثر وصارت قريبة من الجميع. منذ ذلك اليوم والسدرة الصغيرة تنتظر موسم الربيع ليأتي الأطفال وتعطيهم الكنار.